الحكومة ترحب بهذا التقرير الذي ينطوي على درجة عالية من الأهمية، ونتطلع إلى دول العالم وإلى الأمم المتحدة بتبني هذا التقرير ووقف كل المساعدات لإسرائيل، وكذلك العمل على إنصاف الشعب الفلسطيني. تقرير منظمة العفو الدولية هو من أكثر التقارير الحقوقية إنصافا للشعب الفلسطيني وجرأة في رصد نظام التوحش العنصري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. التقرير رصد كل تفاصيل معالم النظام الفصل العنصري الذي يفوق نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. نحن نرحب بما جاء في تقرير أمنيستي حول ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني والتعامل بوحشية وعنصرية مع أبناء شعبنا. ما جاء في هذا التقرير يجب أن يوضع بين يدي المجتمع الدولي والبدء والإسراع في محاكمة الكيان الصهيوني وقياداته على كل هذه الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني ورفع الظلم والقهر الواقع عليه من قبل هذا الكيان الصهيوني، ودعم عدالة القضية الفلسطينية حتى نعيش بحرية وكرامة واستقلال كباقي شعوب المنطقة.